ده كان ملخص مباراة الأهلي والزمالك اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الأهلي والزمالك مواليد 2003 في ملاعب الناشئين مدينة نصر. عايز أروح للهدف، هدف النادي الأهلي، هدف من الأهداف الحلوة جدا، عجبني فيها تحرك اللاعب رقم 22، هنجيب يعني هنقول لحضراتكم على اسمه دلوقتي. التحرك ده تحرك ممتاز، فيه اختراق من تحت في مساحة فاضية ضرب بيها الناس كلها. الأحلى من كده كمان لما رفع عينه ومر التمريرة لتحت لميدو أسامة، ميدو أسامة رقم 10 كان هو اللاعب البديل اللي نزل الشوط الثاني. حتة المراوغة انه لما استلم الكورة ورقص بيها لجوه، قطم بيها لجوه، طلع كل لعيبة الزمالك بره اللعبة. وكمان الأحلى من كده انه ركن الكورة برجليه الشمال، ما حطش وش رجله، لا ده ركنها في زاوية. يا ريت هذا كوري تعد لنا الهدف مرة تانية، هدف من الأهداف الحلوة. وقف لي بقى بعد الباص ده، بعد ما يباصي اقف بقى هنا لحظة، لحظة هنا، لحظة التحرك في المساحة الفاضية، التحرك في المساحة الفاضية من اللاعب رقم 22، قطع في مساحة فاضية والناس كلها دفاع الزمالك بيطلع، هو قطع في مساحة فاضية ضرب الناس كلها في ظهرها. استلم الكرة استلام حلو، طلع حارس المرمى، طلع اللاعبين بره. اللاعب 22 هو ميدو نبيل. كمان ميدو نبيل لما استلم الكرة مرر لميدو أسامة، كمان بص حلو قوي، رفع عينه ويعني منشن عليه بالظبط. شوف هنا المهارة، الترقيصه دي طلع كل لعيبه الزمالك بره. طبعا صعبه على حارس مرمى الزمالك احمد نادر السيد، ده ابن الكابتن نادر السيد احمد. فدي كانت مباراه كان ممكن يفوز فيها النادي الاهلي، يعني لولا يعني سوء التوفيق شويه. شفنا كمان في كان في هجمه خطره للاعبي النادي الاهلي جت في القائم في اخر المباراه، لكن في المجمل ادوا مباراه رائعه.